Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum wa liya din. Bismillahirrahmanirrahim. ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا أبواب الرضا والتيسير تغلق بها عنا أبواب الشر والتقصير وتكون لنا بها يا الله وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار مرهق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله أو إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تهمل وأنت أهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم إنا عباد بنو عبيدك وبنو إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وللنيران مخلصا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعل أسفي أننا وحجة لنا ولا هجة علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا وحجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان. اللهم اجعلنا ممن قاله القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفه في النار. يا وحيد يا قهار. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى وفي كل أعمالنا يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حسن وجوهنا بالقرآن. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن. اللهم زك نفوسنا بالقرآن. اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن. اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن. اللهم ارفع درجاتنا ودرجات أولادنا ودرجات طلابنا وطالباتنا وجماعاتنا هؤلاء بالقرآن. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا الله يا ربنا. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك ولدنا بجنابك فلا تتركنا من بابك فلا تتركنا عن بابك فلا تتركنا عن بابك فإن تركتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. وإن النعمة من الشاكرين وإن البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فسقلت بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم يا الله يا الله يا ربنا يا كريم. طلب إلي يا الله. Hamba-hambaku berkumpul di tempat ini ya Allah ingin mendapatkan keberkahan khatam Al-Quran ya Allah. Ya Allah dengan barokah khataman Al-Quran pada malam ini angkat derajat kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Muliakan keluarga kami ya Allah. Muliakan ya Allah murid-murid kami yang menghafal Quran ini ya Allah. Muliakan keluarganya ya Allah. Angkat derajat keluarganya ya Allah. Jadikan keempatnya ya Allah yang memberikan syafaat kepada keluarganya kelak di sisi-Mu ya Allah. Angkat derajat kami semua dengan Quran ya Allah. Muliakan kami dengan Quran ya Allah. Percantik akhlak kami dengan Quran ya Allah. Bersihkan hati kami dengan Quran ya Allah. Bersihkan hati kami dengan Quran ya Allah. Leburkan dosa-dosa kami dengan Quran ya Allah. Ampuni kami dengan barokah Quran ya Allah. Angkat derajat kami, muliakan kami dengan Quran. Kuatkan kami dengan Quran ya Allah. Angkat
dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu membaca kitab suci-Mu ya Allah. Jadikan Quran teman kami ya Allah, yang selalu menyertai kami dalam suka dan duka, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan ya Allah. Jadikan Quran penerang hidup kami di dunia dan di akhirat. Jadikan Quran yang akan menemani kami di kubur nanti ya Allah. Dengan Quran ini masukkan kami ke surga-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah. Kami hadir di majlis khataman Al-Quran ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami semua malam ini ya. Turunkan ampunan-Mu kepada kami semua malam ini ya. Angkat derajat kami dengan barakah Quran ini ya Rabb. Ya Rabb, mudahkan urusan kami dengan barakah khutam Quran ini ya Allah. Mudahkan urusan kami dengan barokah malam ini ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah ya Rabbana. 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 Ya Allah, Engkau mengetahui hajat kami. Engkau mengetahui kebutuhan kami. Engkau mengetahui keadaan kami ya Allah. Kami ini hidup, muliakan kami ya Allah. Kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Kami fakir, kayakan kami ya Allah. Ya Rab, ya Rab, kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Kami tersesat, tunjukkan kami ke jalan-Mu ya Rab. Bimbing kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau Rabb kami, berikan rezeki kepada kami berupa istiqamah ya Rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sirri al-Fatiha. Sampai ke Serang ini jauh-jauh dari Gresik, negerinya para aulia, negerinya para wali, datang dari timur ke barat. Mohon doa restunya supaya setelah ini Irfan bisa lebih baik lagi, bisa meneruskan jenjang yang lebih tinggi lagi, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk berjuang di dalam kemasukan. Amin. Hasan. Dan Pak, sampai ibu, enggak. Dari Bogor. Ada arus tuh. Mohon dibukakan pintu maaf. Doakan untuk kebaikan. Untuk kelanjutan. Ini. Insya Allah ayahanda Abi yang berada di alam barzakh, di alam kubur, senang dengan prestasi yang kau tunjukkan. Untuk tumpang piring sama pisau.